till I need new shoes. Yeah, yeah. I said, صباح الخير بعيدكم ولو مأخر شوي. نهارنا اليوم قصير شوي, ما راح يكون في ولدان, ما راح يكون في طبخ, لأنه اليوم الطبخ راح تكون وين؟ بمحل آخر, بما أنه في جلسة الأولى من أكيد يعني جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم. راح نخلص شوي بكير, فراح استفيد من الوقت اللي عندي معكم. راح نبلش دغري بباركو. صباح الخير فادي. صباح الخير أربير, كيفك؟ ماشي الحال. راح تصوت اليوم؟ إيه ولو على أساس نحن بنصوت. شو يا ريت جادجتس؟ يا ريت جادجتس مثلا شيء بيلقط الكذب, بيلقط هيك تكنولوجي جديده. اكشلي في كثير, بس صار في حتى ناس عندها هيك القدره انها تتغلب على الماشينز بهدول القصص. صح مزبوط, مع التدريب كل شيء, مع اعصاب الرايقه وكل هدول الاخبار. بس الشيء الحلو انه اليوم صرنا بعصر يعني ما بقى فيك كثير تخبي الاشياء مثل ما كنت تخبيها بالزمانيات, ما بقى فيك تكتب التاريخ مثل ما انت عابلك تكتبه, لا اليوم الناس بتذكر, اليوم الناس بتحفظ في سيرفرز, في صور, في فيديوز, يعني التاريخ صار ديجيتالايز, ما بقى فينا نقول انه عملنا وبالنتيجه ما صار شيء. صار اوريدي يعني واسع على الخبريه, انه كل العالم معها خبر شو عم بيصير. يعني ما فيك تخبي عن كل العالم. اصعب أو شوي تغير. انا عم بحكي عن كل الناس المسؤوله, مش عم بحكي بس عن رئيس او شيء, انه كل الناس المسؤوله اللي عندها هالدور ما بقى فيها مثل بالزمانات انه تطنش, لا في بدنا ناخذ بعين الاعتبار الناس شو بدها, بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه صار في صحافه قادره تلاحق وتحكي وتعبر عن رايها, والناس يعني كمان ما بقى فينا نضلنا نفكر انه هول الناس اقل او مش اذكياء كفايه او صح. بس هون كمان التكنولوجيا عندها دور كثير كبير بهذا الموضوع, هي اللي بتحفظ يعني كل شيء ديجيتال. صار هون كمان عم بتحفظ على قصص ديجيتال اللي هي شوي صعبه انك تفقدها. صح, خلينا نبلش نهارنا بباركود مشاهدينا. صباح الخير لكل المشاهدين. هلو اجين. عندي بلش اول خبريه حلوه كثير. اتس اير رينج, رينج كثير صغير, كثير مهضوم. عم نشوف هلا, بنشوف صور مع عده الوان. هيدا الرينج فيك تحطه بحيلة اصبع, شغلته انه يحول او يقدر يعطيك كنترول لكل شيء بدك. اكزامبل, بتحط الرينج كونكتد ثرو بلوتوث, هالرينج بتقول له تنقول سويتش اون, بدور التي في فيكون موصول على ديفايس تاني سويتش اوف, تطفي شو ما كان. يعني هو كونسبت الساعه يلي هلا عم تطلع الساعه ذكيه, بس على سكرين خاتم صغير, على خاتم, وهذا الخاتم رح تحكي فويس كوماند وتعمل الموفمنت, بس مجرد انك تحرك ايدك قدام الديفايس بتشتغل الديفايس. اتس اير رينج, هيدي فكرته. okay. يعني هو عم يشتغل مجرد عم بتحرك ايدك مع الفويس كوماند, سو يو كان سويتش اون اند اوف مالتيبل ديفايسز. مهم, اهم شيء انه يكون عندك الكونكشن للبلوتوث لتقدر تعمل كنترول عليهم. سو فكرته مهضومه وسريعه بالنسبه. انا لقيته كثير جادجت, يعني كثير بلاستيك, كثير ما بعرف اذا يعني فاشن وايز منه. صح, بس هو بالنهايه استعمال عم تستعمله انت بالبيت, انت مش عم تكسر فيه على الطريق. حتى كمان وانه فيك تغير, فيها تصير مثلا بكره بتتحول بيرسينج مثلا بالدينه, بالعين, بالمنخار, بتقطع بس بتقطع ايه, بتهز راسك او بتقطع حد السكرين كايند اوف. حتى فيك تقول له يغير التشانلز على التي في, تشينج and you move your finger, your hand, وبصير يغير ورا بعضهم اكيد الشانلات. ما فيك تقول له على اي شانل يروح دايركتلي. اتس ا نيو كونسبت شوي, انه ما فيك, لانه لما يخلص مثلا ام تي في لايف تاخذ الريموت وهيك بتخبط الريموت لانه خلص ام تي في لايف. هون ما فيك, بتاخذ خاتم صغير, شو بدك تعمل؟ تحطه بالارض تدعس عليه. سو هذه فكره الايرنج, انه يكون عندك كنترول, حتى في يكون عندك كنترول بقلب جيم. يعني اذا عندك تنعتبر عم تسوق طياره بالجيم, بلعبه عم نلعبها, فيك تحرك اصبعك, فيك تحرك ايدك بطريقه انك كمان كانك انت عم بتطير او عم بتحرك الطياره. فكل هدول كنترولز لا تقدر تعمل هالكنترول بالنهايه على ديفايسز اند جيمز.
مشان هيك معمول هالرينج اللي هو حجمه منه كتير كبير عادي مع فويس كوماند. الفكرة التانية هي حلوة كتير. هلا كل الأفكار بتقول إنه حلو كتير. عن جد. كله في كتير. ما في فكرة حلوة أقل من غيرها أو أكتر من غيرها. بلا بلا والأفكار الأحلى من غيرها أنا بحطهم على جنب. عمل لهم فولدر على اللابتوب عندي. هل تأثر سأل شو الفكرة منها؟ فكرة كتير بسيطة كتير هينة، بتشيل حيالة بطارية بتحطها بهالديفايس الصغير اللي شايفها هون عم نشوف. هلأ بنشوف بالصورة في عندك ديفايس بتفوت البطارية بقلبها، هالديفايس عندها بورد إلكترونيك. الفكرة انك بس تحطها بقلب حيالة جيم، حيالة ألعاب للولاد، أخبار، كل هدول الأمور، بيصير عندك كنترول من يور فروم يور فون سمارت فون لا هالديفايس. يعني you can switch it on off، فيك تحط تايمر وفيك تعمل كنترول على هدول الأمور. يعني هيدا نوع من السويتش للضوي أو الطفي بس كنترول على البلوتوث من تليفونك. 100% عظيم. يعني إذا بدك تحط مثلا ترم للتي في، ترم للكمبيوتر، ترم للفيديو جيمز. أكشلي لازم يكون عنده بتشغل على البطارية. أوكي. لا تحط البطارية لأنه أنت عم بتحط واحدة من البطاريات. يعني لو في عندك بقلب الجيم بقلب هالكونسول تنعتبر ست بطاريات، بدك تشيل واحدة تحطها بهالديفايس اللي هي التاثر سيل، وهالديفايس هي بتعطي كنترول اون اند اوف اوكي لهالكونسول مثلا. هيدي هي لك، هي صغيره وهيدا البورد الكترونيك اللي بقلبها، وبالنهايه شغل فكرتها بسيطه كتير، بس الافانتاج الكبير انك عم تقدر تعمل كنترول على قصص ما كان فيك تعمل كنترول عليها الا تقوم عليها تدورها سويتش اون اند اوف، او يمكن بدك تنعتبر الاولاد عم بيلعبوا بجيم وبدك توقف لهم الجيم، فيك تحط لهم تايمر بكل بساطه من تليفونك، بتفوت بتعير تايمر بتطفي لحالها الجيم. انه في ساعه مثلا لعب اليوم بنهار مثلا بعد ايام المدرسه. 100% 100% فهيك هي شغله كثير سهله وبسيطه، بس كمان حلوه. منا انه سمول جادجت، سمول جادجت فينا نقول اكزاكتلي، ما انه شيء كثير كبير بس افكتيف. يب. ام كيوب. ام كيوب، ام كيوب، ام كيوب فكره سياره، ده اسم سياره كانه ما هيك. درون. درون هي كيوب، كيوب صغير حجمه ما بعرف قديش بدي اقول لك، بس حجمه مش كثير كبير. هالكيوب، الكيوب هو فكرته كمان ثرو بلوتوث كونكشن مع اكيد في بيس له محطوطه سموير بالبيت، يو كان كنترول اور يور لايتنج ستارتنج باي يور لايتنج، لانه في يكون كنترولينج يور كافي ماشين. حتى اذا بتشوف هون في لونين من الكيوب، في سيلفر في الاسود وفي ماركس عليهم. صح. اوكي، انت اللي بدك تعمله تنعتبر على الاسود في عندك في بلاي بوتن وفي الستاند باي او اون اوف بوتن. اون اوف تنعتبر اون اوف، انت بتحط الاون اوف تبرم الكيوب اون اوف اب بيضوي الضوء. اوه تبرمه لغير اتجاه هذا السيركل مفتوح مثلا. يو كان ديم ذا لايت، يعني كيف برمت الكيوب سو مش كبسات، هي حسب شو الصوره اللي على اللي فوق. مزبوط. يعني الصوره يلي اعلى شيء اللي على العالي هي اللي عم تاخذ كمان. Exactly. مش عم نكبس شيء. اكزاكتلي. وبما انه الكيوب موجود قدامك اذا بدك تعمل ديم لللايت بتبرمه. ليك اذا اخذت هالكيوب ولعبت زهر فيهم شو بيصير بالايكويبمنت بالبيت؟ رح خبرك شو بيصير. انت if you shake the cube اذا عندك اللايتنج ملونه بتصير راندوملي تغير الالوان، وفيك انت تتحكم باللون اللي بدك اياه. تنعتبر عندك اكثر من لومينر بزيت الاوضه، انت بتحدد واحد بتقول له تنعتبر دم ل 50%، بتحط اصبعك عليه من فوق على الكيوب من فوق، بيعمل كونكشن للبقيه اللومينرز الموجودين بالاوضه. تفادي هاو دو كونكتد، يعني بدك تغير انستالاسيون البيت كله او فيك تركبه على لمبات وانستاليشن اوريدي موجود ببيتك؟ انستاليشن موجوده بس بدك تزيد عليها امور، يعني بدك تزيد عليها اول شيء سنسرات على كل بريز مثلا، على بدل ما تحط سنسرات اكزاكتلي يمكن على المين كونكشن، يعني هي ميت الكهرباء هون كيف فيك تعمل الكونكشن، بلس بتحط هيدا الديفايس اللي هي الريسيفر. اوكي. واللي بيعطي كوماند للكهرباء، هالريسيفر فيكون هو مشغول بالكهرباء بالنهايه، وبمجرد انك تحرك الكيوب عم بيعطي اوردر للريسيفر، الريسيفر عم بيعطي اوردر
الديفايس لللومينير للكوفي ماشين لو وات ايفر انه يشتغل. بحبون الجادجتس حلوين كتير، فكرة كتير حلوة بالأخص هيدا البيس الام بيس هيدي، شوف قد حجمها كمان منها كتير كبيرة اللي هي بتاخد كل الكومنتس. إذا بتشوفها على يوتيوب بتشوف قد فكرتها حلوة. شو اسمها إذا بدنا ننبش عليها شو اسمها؟ ام كيوب. ام كيوب alright. ام لحال كيو بي اي. كيو بي اي اوكي. So, هذه فكرتها ونشتغلوها شوي مع فيليبس بالأول لحتى تعرف فيليبس لأنه عندهم أنه بدك حدا يكون عنده خبرة ويعرف حاله بين اللمبات والكهرباء وهدول الأمور. آخر ديفايس هذه اللي شفناها سوا. آخر ديفايس؟ لا ما شبعنا منك فادي بعد. بدنا نلحق بعد عندنا سنين. This is a mini mobile robot printer. واو. حجمها كمان كتير صغير، وزنها حوالي 300 جرام. حجمها عم نحكي يعني شيء 10 by 11 سنتيمتر. okay. منها كتير كبيرة. وعندها دوليب صغار. انت عندك حيلا كمبيوتر تابلت سمارت فون you connect اكيد through bluetooth connection. والافانتاج اللي فيها انه الدوكيمنت اللي بتشوفه انت عبالك تعمل له برينت اوت، بمجرد انك تحط هيدي الماشين على الورقه بمحل معين and you print، وهي لحالها بتمشي وبتعمل برينت بقلبها. في الانك جيت برينتر، في الحبر، وهدوليب اللي بيمشوا لحالهم لحتى يعملوا لك برينت اوت لانت بدك. يعني ما دل ما تحط الورقه بالبرينتر بتحط البرينتر على الورقه وبتاخدها معك وين ما بدك 100%. اكيد ليزر برينتينج هون عم نحكي او انكجت انكجت بالوقت الحاضر، وبعدها وان كولر عم نحكي بلاك. اوكي اسود بس بتضاين او لك يعني هيدي بتستعملها لك اليوم او بتستعملها يعني للامرجنسي؟ لا اذا انت في تنس بعتقد قسم كبير من الناس شغلهم بيكون على الكمبيوتر برات المكتب. فعلى طول عندهم documents يطبعوها، هي بتطبع تقريبا ورقة وتلت بالدقيقة. ورقة وتلت بالدقيقة بطيئة شوي، بس انه سنسور بده يعرف حاله وين هو على الورقة، هل هو يعني بالنص، لانه انت بدك تطبع يعني اهم شيء تكون aligned على الورقة تعرف حالك وين بدك تطبع. 100%. وهي شكلها عم نحكي شكلها جيومتري، بتحطها بس حطها على الورقة، بتحطها بطريقه الايند مع بارلل مع الادج تبع الورقه، وهي بتصير تشتغل طبيعي. بتعرف بحس البرينترات كثير بيضيع وقت، لانه ما دل ما تبعت ورقه وتطبعها بدك تحط تطبع ورقه وتقعد تتفرج عليها، يعني هيك ربوع عم يطبع لك بدك تقعد تتفرج عليها دقيقه ونص لتشوف شو عم تطبع كيف عم تشتغل. يعني انا بحب شوف هيك اشياء. الفكره كثير حلوه كمان، اذا بتشوفها اون يوتيوب بتلاقي انه فكرك كثير ذكيه، كثير ذكيه للناس اكيد اللي عندهم شغل برا ويمكن شوي صعب عليهم انه يحملوا برينتر مع اوراق واخبار ومدري شو. يو نيد تو فيد ذا برينتر. هي الفكره الحلوه انه تغير طريقه تفكيرك، يعني معود كل حياتك انه تطبع بشكل معين، انه ليش فيك ترجع تغير الاختبار كله 100%. فمشان هيك لقوا هالفكره. لا هو شخص بالنهايه كان كل شغله برات الاوفيس، وكل مره عنده برينتينج مضطر يكون بالاوفيس او يكون بالبيت او اللي يقدر يعمل هالبرينت اوت، فطلع بالفكره وقال ليش لا، واشتغلوها بلاب، مش انه شغلها هيك، شغلوها مع ناس انجينيرز بالالكترونيكس، انجينير روبوتيك، انجينير، كل هدول الانجينيرز تبع المينياتور كمان، لان بدك تصغر كل صحيح. كانت الفكره الاساسيه انه يصغروا از ماتش از باسبل سو، وطلعوا بهذه الفكره. وليتر اون وهن فينا نقول بوقت كتير قصير قدروا يجمعوا اماونت كتير كبير ليبلشوا برودكشن. اوكي بس هيدي ما راح تكون بالاسواق قبل سنة الجاي، عم نحكي جانيوري 6-7 اشهر. اوكي اكزاكتلي لحتى يكونوا عملوا كل التس ويكونوا 100% جاهزه للتصنيع. نو بروبلم، ثانك يو فادي. نحن رح نرجع نقعد انا وياك بعد شوي، رح نحكي عن الافلام الجديده بالسينما. هلا بنتوقف بريك سريع وبنرجع بنلاقيكم.